أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة أهمية التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف التنمية البشرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن هذا الملف في مصر. خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العالمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شدد عبد الغفار على أهمية دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رفع الوعي بأهمية التنمية البشرية. هذا وقد شارك الدكتور خالد عبد الغفار وعمرو الثقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جولة تفقدية لخدمات الصحية المقدمة لزوار مهرجان العالمين والذي تنظمه المتحدة، وشملت عدة أنشطة رياضية وسط حضور للإعلاميين والصحفيين والأطباء والطلبة ضمن فعاليات الحدث الترفيهي التنموي الاستثماري الأكبر.